انت بتعمل ايه يا فلانك؟ بدور على الخرمه يا معلم. ولقيته اخويا؟ بحاول اهو بحاول. النبي ما انت نافع يا معلم. ايه الخرمه؟ الف مبروك اخويا. كمل اخويا كمل كمل. خلوص خلوص يا بت. عايزك في حاجه مهمه. عندي شغل. لا وقت. عايزك في حاجه مهمه قوي. فلانك. نعم. تعالى اعمل العجله دي. انا فيها بنت بس جالي عمال وشك فيه ايه؟ مصيبه مصيبه يا فوزي مصيبه. خرب بيت اهلك المصيبه اللي جالي بيها على الصبح دي فيه ايه؟ ايوه كان لسه عندي دلوقتي. قول له ده اللي اسمه النازي طالع من السجن وناويلي على الشر. بيت اهلك هو ده اللي بناخده من بلاويكي. كان لازم يعني تقلي مع الراجل. هو اللي حصل حصل بقى. النبي يا اخويا ده جدي. تعالى اما اقول لك. ايه؟ روح انت على البيت وانا احصلك. اروح ده ايه؟ افرض روحت لقيتهم في خلقتي. يا بت محدش يقدر يمسك. انت تبع خلوصي. عارف يعني ايه خلوصي؟ خلوصي قول يعني اللي يمسك بالميه ارش وانا بالدم على طول. خلوصي اوعك تقلب اصلك معايا المره دي. عيب يا باريزا. انا عارفاك يا اخويا واطي طول عمرك وتعملها. يا باريزا عيب ما تزعلنيش منك. يا بت انت الفرخه اللي بتبديلي ذهب. انت ثروه قوميه مش عارفه بقيت نفسك ولا ايه؟ شد انت بس شد. شد الرجاله والنبي. تسلم لي يا اخويا. بيت امي جابلنا مصايف في الرايحه في الجايه.